بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحظ الكريم، مشاهدينا متابعينا الأعزاء، ما زالت الانطلاقات متواصلة والفعاليات مستمرة على أرضية ميدان التحدي بتحديات وانطلاقات ومنافسات سن اللقاية بتحديات شعارات أبناء الغبائل الحاضرين والمتواجدين بتحديات وانطلاقات هذه الرياضة وهذا الموروث الشعبي الأصيل في المشاركة في هذا المهرجان، مهرجان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه. لنبدأ مع مسيرة الشوط 18 بتعداد أشواط هذه الفترة الصباحية بانطلاقات ومنافسات هذه الانطلاقات المميزة وهذه الانطلاقة المخصصة لسن أو لفئة القعدان الحاضرة والمتواجدة. لنبدأ مشاهدينا الكرام بالنداء مع المركز الأول ومع بداية هذا الشوط، لنتابع على البداية الحذر سعود بن عبد الله بن أحمد النعيمي من يقدم لنا الحذر على المركز الأول. المركز الثاني يتواجد كرار لعبد المحسن بن طالب بن عمارة المري والنقلة إلى المركز الثالث، لأتابع مخلاب لطالب مسلب بن طالب بن عقيل المري والنقلة إلى المركز الرابع. لنرى هدهاد لعبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك آل عبد الملك على المركز الرابع والمركز الخامس. المتواجد مشاهدينا الكرام على المركز الخامس بهذه اللحظات وبهذه المسير، نتابع كوكبة من الشعارات قادمة واصلة لا محالة إلى النداء وإلى المنافسة. نتابع مشاهدينا الكرام شعار بن فهيدان الحاضر والمنطلق من يقدم لنا شاهين متعب بن عبد الله بن راشد بن فهيدان المري مع المركز الخامس. عطنا لقطة ولفتة جميلة يا بن خزينة على الشعارات الحاضرة والأعداد الكثيفة المتواجدة، فإن دل ذلك يدل على الحضور الجماهيري والحضور الغفير من قبل أبناء الغبائل وأبناء دول مجلس التعاون الحاضرين والمتواجدين في المشاركة في هذا المهرجان الغالي، فإن دل ذلك يدل على نجاح هذه المهرجانات وهذا أبناء القبائل وأبناء دول مجلس التعاون. فمرحبا بالجميع في دوحة الجميع، مرحبا بجميع الإخوان المشاركين والحاضرين. شكرا بن خزينة، شكرا أبو شارب مخرجين هذا السباق الذين يلتمسون اللقطات الجميلة والرائعة. لنعود بحضراتكم إلى المركز الأول لنتابع البداية والانطلاق مع المركز الأول. لنرى كرار من يتواجد مع البداية، المنطلق بشعار عبد المحسن بن طالب بن عمارة مع المركز الأول. لكن أتابع القدوم من قبل سياف فهد بن محمد بن سالم آل زبدان المري لأول ندى يتقدم، أو هذا الحذر الواصل الحذر لسعود بن عبد الله بن احمد النعيمي من يتقدم شعاره مع البدايه. المركز الثاني القادم من ميمنه الميدان، نتابع من يحمل الرقم 56 كرار محمد بن سعيد بن سالم بن لزيوح المري. المركز الثالث يتقدم الباز جابر بن سالم بن جبران المري، والمركز الرابع عند بن عماره حمد بن طالب بن عماره. المركز الخامس القادم حداد لعبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك آل عبد الملك، وكذلك بدأ التسلل بهذه اللحظات والقدوم من قبل شاهين الربيح بن فراد جال وطيب القادم من ميدان الشهيد، غادم من دولة الكويت للمشاركة على أرضية ميدان الشحانية، غادم ليهدي أبناء ميدان الشهيد ناموس صباحي مميز مع تحديات شاهين القادم مع المركز الخامس. هذه الأسماء الحاضرة والمتواجدة والمنطلقة والباحثة عن تحقيق المركز الأول بهذه الانطلاقة الجميلة. لنعود إلى البداية لنتابع ماذا يقدم البطل من تحديات وانطلاقات مع انطلاقة شعار النجوم الحاضر بتحدياته على المركز الأول. الباز الباز
الإنجاز الحاضر ليتلو الإنجاز تلو الإنجاز لهذا الشعار الحاضر والمتواجد على المركز الأول بن جبران يقدم لنا هذه الانطلاقة الجميلة مع المركز الأول جابر بن سالم بن جبران المري مع المركز الأول المركز الثاني الله يا القادم القادم بهذه لحظات النايف ناكي بن مسفر بن صالح الرزق العجمي قادم غادم ليقدم لنا شعاره أبناء نجران وكذلك تابع وليف لمحمد بن بخيت بن برقان بن مقارح وكذلك يصل مسير عبد الهادي بن علي بن مشروم المري وهنالك الوصول من قبل متعب ترحيب بن حمد بن ترحيب بن نايفة لكن أعود إلى الصدارة أعود إلى المقدمة لأتابع البداية ليرى الباز الله بن جبران يقدم لنا ماركة وسلالة الباز ماركة الباز تعرف دائما بتحقيق الإنجازات بتحقيق السجلات المميزة وشعار بن جبران لكن القادم القادم شعار أبناء المملكة أبناء نجران غادمين مع النايب ناجي بن مصر بن صالح الرزق العجمي كذلك بن شير قادم عبد الهادي بن راشد بن شير قادم ليقدم لنا شعاره مع تحديات حداج عبد الهادي بن راشد بن شير المري في الرمق الأخير قادمين أبناء المملكة أبناء ميدان السيح حاضرين حاضرين بهذه الانطلاقة ليحقق شعار بن شير هذا الناموس القالي هذا الناموس الصباح الجميل مع هذه الانطلاقة الجميلة سلام يا بن شير سلام سلام وتحية واحترام لعبد الهادي بن راشد بن شير المري على هذا الفوز المستحق وعلى تحقيق حداج للمركز الأول الثاني والتبركات المركز الثاني وصل الباز جابر بن سالم بن جبران المركز الثالث كان الوصول من قبل مشاهدي الكرام النايف لناجي بن مسفر الرزق العجم المركز الرابع وصل مشاهدين الكرام متعب لترحيب بن حمد بن ترحيب بن نايف المركز الخامس كان الوصول من قبل مشاهدينا الكرام شهاب لفرام بن محمد بن قريع المري مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء نذهب معكم الى التوقيت الزمني لنتابع توقيت هداش 7:41 96 جزء من الثانيه التهاني والتبريكات لعبد الهادي بن راشد بن شير المري والتهنئه لعلي بن راشد من تابع هذا الشعار المركز الثاني كان الوصول من قبل باز 7:42 66 جزء من الثانية التهاني والتبريكات نزف لمالك الباز من حظى على المركز الثاني بن جبران من قدم لنا تحديات الباز المركز الثالث 7:43 78 جزء من الثانية التهاني والتبريكات نزف لمالك النايف ناجي بن مسر بن صالح الرزق العجمي